استاذ سعد، اتمنى طبعا لجميع المشاركين ولدنا وبناتنا ان يحققوا انجازا بارالمبيا، ولكن دعني اتكلم بصراحه معك وايضا ننتظر رايك الكريم، من الاقرب بالحصول على انجاز من خلال التقييم العام اللي حضرتك تمتلكه قياسا لحجم المشاركات السابقه وايضا تاثيره على الخارطه العالميه، من الاقرب لتحقيق المنجز باذن الله؟ استاذ محمد، بعد التوفيق من رب العالمين، يعني هاي الامور يعني بيد الله سبحانه والكل محاولة الظروف، لكن احنا كاتحادات نعول عليها لجنه البارالمبيه وهي صاحبه انجاز سابق وانجاز مثلا هي الاثقال المبارزه العاب القوى والمنضده في الوقت الحاضر اللي متمثله بطلتنا الواعده نجله، ان شاء الله تتوفق في هذا الموضوع، والقوس سهم اللي نقول ان شاء الله له يلتحق بالركب الاول مثل ما قلنا هي مجموعتين. نعم. الباقي من الاتحادات ان شاء الله يعني اللاعبين يؤدون الواجب عليهم ويكون تنافسهم، بس اعيد يعني مره ثانيه اكرر انه احنا عندنا حاطين الامل بهالاتحادات ان شاء الله تكون يعني ترفع العلم العراقي وتعزف النشيد الوطني العراقي بسماء فرنسا وسماء باريس بالذات.